بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. الأحباب الطلاب، أحييكم وأتمنى لكم نهارا ملؤه السعادة ونجاح إن شاء الله. نستكمل معكم دروس اللغة العربية للصف التاسع، ودرسنا اليوم في القواعد وبعنوان الجر بالإضافة. بعد أن تعرفنا على الجر بحرف الجر، يأتي النوع الثاني للجر وهو الجر بالإضافة، وتكلمنا في أمور كثيرة أذكركم بها الآن، وهي أن الجر خاص بالأسماء وليس للأفعال شأن في ذلك. هذه أمور يجب أن لا تغيب عن وعينا. الإضافة لها فوائد كثيرة، وهي لتعريف اسم أو لتخصيصه. اسم النكرة يأتي بعده اسم معرفة أو هكذا لتخصيص معناه أو لتعريفه، والآن يأتي الإيضاح إن شاء الله. المجموعة الأولى لو تأملنا أمثلتها، في المثال الأول يقول: يعكس الحفاظ على الممتلكات العامة وعي المواطن وانتماءه. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. أثنى المواطنون على جهود العاملين في الحفاظ على المرافق العامة في المدينة. بعد التأمل في هذه المجموعة نلاحظ بعض الملاحظات. أول هذه الملاحظات أن هذه التراكيب التي تحتها خطوط، كل تركيب منها يتكون من كلمتين. الكلمة الأولى وعي، أولى، ثاني، ثالث، جهود، كلها نكرات. كلمة وعي نكرة، أولى نكرة، ثاني نكرة، ثالث نكرة، جهود نكرة. وتعلمنا أن النكرة تحول إلى معرفة بطريقتين، إما بالإضافة أو بأل التعريف، بأل التعريف كقولنا مثلا كتاب، الكتاب. هذه الطريقة الأولى لتحويل النكرة إلى معرفة. الطريقة الثانية هنا أن تضاف إلى معرفة، فكلمة المواطن، القبلتين، المسجدين، الحرمين، العاملين هي معارف. هي معارف يا أحبابي الكرام. نعم، إذن هذه التراكيب تكون من كلمتين. الثانية وضحت معنى الأولى أيضا، وضحت معنى الأولى. فكلمة وعي لم نعرف معناها إلا عندما طرنت بها كلمة المواطن. وعي من؟ وعي المواطن. كلمة أولى، المسجد الأقصى، أولى، أولى ماذا؟ القبلتين. وثاني، ثاني ماذا؟ المسجدين. وثالث، ثالث ماذا؟ الحرمين. وهكذا. فالكلمة الثانية، كلمة الثانية وضحت معنى الكلمة الأولى وأزالت أي لبس في تأويلها. وبالنسبة لهذه الكلمات كما قلنا كلها جاءت نكرات، وأيضا الكلمات الثانية جاءت معارف وجاءت أسماء ظاهرة. المواطن اسم ظاهر مستقل، الحرمين، المسجدين، القبلتين، العاملين، وهكذا. إذن ملحوظتان مهمتان. الأولى أن الكلمة الثانية في التركيب، وعن أقول تركيب يعني أقصد الكلمتين معا، وعي ومواطن، ثاني ومسجدين، وهكذا. الكلمة الثانية في هذا التركيب كانت معرفة وجاءت اسما ظاهرا. ما الفائدة؟ وضحت كل المعنى وأزالت أي لبس فيه. الآن أسمي الكلمة الأولى في التركيب مضاف والكلمة الثانية مضافا إليه. إذن أين المضاف؟ أولى. أي مضاف إليه؟ القبلتين. وهنا أين المضاف؟ ثاني. ومضاف إليه؟ المسجدين. وهكذا. في المجموعة الثانية وضع لنا خط تحت كلمة حصاده في قوله تعالى من سورة الأنعام: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده.
حصاده هذه هذا التركيب يتكون من كلمتين يا أحمد، كلمة حصاد لوحدها والضمير الهاء المضاف إلى، إذا كلمة حصاد والهاء الضمير، الضمير الهاء. هنا يا أحباب الكرام يجب أن نلتفت إلى أن الهاء أيضا، الهاء أيضا وضحت أي لبس قد يطرأ على كلمة الحصاد وعرفته يوم حصاد حصاده. نعم، وفي المثال الثاني أيضا، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كلمة أخلاق لوحدها، كلمة أخلاق لوحدها هي المضاف، وأضيفت إلى الهم وهو الضمير المتصل. إذن ما الملاحظة هنا؟ الملاحظة الأولى يا أحباب الكرام، كلمة حصاد نكرة وأخلاق نكرة كما قلنا وأسلفنا في المجموعة السابقة، وأضيفت إلى الضمير، إلى الضمائر. المضاف هنا كلمة حصاد وأخلاق، والمضاف إليه الضمير المتصل الهاء والهم. وخذوا هذه القاعدة، كل ضمير متصل باسم، فكلمة حصاد اسم وكلمة أخلاق اسم، كل ضمير يتصل باسم دائما يكون في محل جر بالإضافة. كيف نعرب الهاء؟ كيف نعربهم؟ نعرب الهاء مثلا ضمير متصل مبني على الكسر وهي حركة بنائه طبعا في محل جر مضاف إليه أو جر بالإضافة. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أو جر بالإضافة. طب كيف نعرب المضاف؟ كلمة حصاد، كلمة أخلاق، كيف نعرب كلمة وعي، كيف نعرب كلمة أولى؟ المضاف يا أحبابي يعرب حسب موقعه في الجملة، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبرا، قد يكون مفعولا به، قد يكون أي شيء. وبعد أن نعربه حسب موقعه في الجملة نقول وهو مضاف، والكلمة التي تليه أو الضمير يعرب مضافا إليه. الآن بعد هذا العرض السريع للأمثلة نأتي إلى الاستنتاجات. أول استنتاج يقول يأتي المضاف إليه لتعريف المضاف أو تخصيصه. إذا ما هي الفائدة من الإضافة يا أحباب الكرام؟ إما لتعريف المضاف، لتعريف المضاف في الفائدة الأولى، أو لتخصيصه. كأن أقول لأحدكم أعطني كتابا، كتابا يحتمل أي شيء وهو عام، كتاب لغة، كتاب علوم، كتاب تاريخ، كتاب فقه، كتاب تفسير، كتاب أدب، أي شيء. ولكن عندما أقول لك أعطني كتاب تفسير، لم أحدد لك أي تفسير، فأنا خصصت عاما. كلمة كتاب عامة تشمل كل أنواع الكتب، فعندما أقول لك تفسير خصصت في نوع، ابحث في نوع واحد، أعطني من نوع واحد، فلا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. إذا لا يمكن فصل المضاف عن المضاف إليه، فهما وحدة معنوية واحدة، لا يتم معنى المضاف إلا المضاف إليه. نعم، فمعنى المضاف يبقى قاصر ناقصا إلا إذا جاء المضاف إليه فوضحه وبين لنا ما هو. مثال، قال الله تعالى رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين وحدة واحدة، المضاف كلمة ربه، والمضاف إليه كلمة المشرقين، وهكذا. في المثال الثاني، لا يبغي صانع معروف مكافأة على ما يقدمه من خير. صانع معروف، انظروا كلمة معروف جاءت هنا نكرة لم تأتي معرفة، وأضيفت إلى كلمة سابقة هي نكرة أيضا. جميل، في المثال الأول إذن كلمة المشرقين عرفت كلمة رب، وكلمة المعروف هنا خصصت كلمة الصانع، فهنا للتخصيص وهنا للتعريف، أكتبها لكم.
هنا للتعريف انظروا ما المقصود، فعرف كلمة رب برب المشرقين، وهنا أيضا جاءت للتخصيص صانع معروف، لم يذكر لنا أي نوع من أنواع المعروف. جميل، فهنا التعريف، هنا التخصيص. حكم المضاف إليه الجر دائما، فالمضاف إليه إذن مجرور دائم. علامة الجر تكون وفق نوع الاسم المجرور، كما في المثال: حاسوب المعلم، المعلم هنا مضاف إليه مجرور، ولكن ما علامة جره؟ الكسرة الظاهرة. لماذا؟ لأنه مفرد. جميل، حاسوبا المعلمين، المعلمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الياء، لأنه مثنى. حواسيب المعلمين، المعلمين هنا يا أحباب الكرام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. حواسيب المعلمات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. بالمناسبة جمع المؤنث السالم يرفع على رفعه الضم، يجر وعلامة جره الكسرة، ولكن ينصب وعلامة نصبه أيضا الكسرة. فجمع المؤنث السالم علامة النصب والجر هي الكسرة. حق أبيك عليك كبير، وهذا مثال جميل. لاحظوا معي، كلمة أب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، ومر الكلام عن الأسماء الخمسة وذكرناكم بها في الدرس السابق عندما تكلمنا عن المجرور بحرف الجر. أقول وهو مضاف، انظر، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. إذن جاء المضاف إليه هنا ليس اسما ظاهرا بل ضميرا متصلا وهو الكاف. وأب مضاف إليه أيضا ولكن جاء اسما ظاهرا، فهذا مثال مركب جميل. ثالثا، يعرب المضاف وفق موقعه في الجملة، وهذا قلته، المضاف حسب موقعه في الجملة. قصيدة المتنبي رائعة، قصيدة المتنبي، هذه قصيدة المتنبي تركيب وحدوي معنوي، مضاف مضاف إليه، ولكن وضع لنا خطأ تحت قصيدة لأنها المضاف. ماذا نعربها كلمة قصيدة؟ أحسنتم، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعها الضم الظاهر، وأقول وهو مضاف، وكلمة المتنبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. قصيدة المتنبي، حفظت قصيدة المتنبي، انظر، قصيدة هنا مع أنها مضافة ولكن موقعها في الإعراب جاء مفعولا به، مفعول به منصوب على تصبيه الفتحة الظاهرة وهو مضاف. في المثال الأخير قال أعجبت بقصيدة المتنبي، وهنا قصيدة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، كسر لأنه سبق بالباء، والباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. إذن المضاف يعرب حسب موقعه في الجملة، في هذا المثال جاء مبتدأ، هنا جاء مفعول به، هنا جاء مجرورا بحرف الجر فجاء اسم مجرور. رابعا، يقول إذا اتصل الضمير بالاسم فهو دائما مضاف إليه ويكون مبنيا في محل جر إضافة، وهذه القاعدة ذكرتكم بها وكتبتها لكم في معرض الكلام عن أمثلة المجموعة الثانية. انظر، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، كلمة أدب اسم مجرور بإلى وهو مضاف، والياء الضمير الياء أضيف إلى كلمة أدب، أدب اسم، والياء إذن تأتي هنا مضاف إليه، لا، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وأسمعت كلماتي، كلمات لوحدها نعربها حسب موقعها هي فاعل في الجملة، يقول وهو مضاف، والياء أيضا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. إذن الضمير المتصل بالاسم كما كأدب وكلمات دائما في محل جر بالإضافة.
التدريبات سهلة إن شاء الله يا أحباب الكرام، أستعرضها معكم سريعا. يقول التدريب الأول: نستخرج من الأبيات الآتية المضافة إليه الاسم الظاهر والمضاف إليه الضمير المتصل. تعالوا بنا نستخرج المضاف إليه ونبين نوعه، هل هو اسم ظاهر أم ضميرا متصلا؟ تعالوا بنا نقرأ الأبيات، وهي للشاعر فاروق جويدة، شاعر مصري. يقول: يا درة العمر يا أغلى مباهجه، أدميتنا بالأسى والحزن والسقم. يا درة العمر، العمر مضاف إليه وهنا اسم ظاهر كما هو واضح. يا أغلى مباهجه، هنا مثال مركب، مباهج لوحدها اسم ظاهر وأضيفت إلى كلمة أغلى، والهاء أضيفت إلى كلمة مباهج فهي ضمير متصل. أدميتنا بالأسى والحزن والسقم، في وجهك الآن تصحو كل مئذنة ضاقت بها الأرض بين اليأس والحلم. في وجهك، الكاف هنا ضمير متصل باسم وهو وجه، فيكون في محل جر من الإضافة وهو ضمير متصل. إذن كل مئذنة، كل مئذنة اسم ظاهر، ضاقت بها الأرض بين اليأس، اليأس مضاف إليه صحيح لكنه اسم ظاهر، نوعه اسم ظاهر. يا صيحة من ضمير الحق أسكتها، الحق اسم ظاهر مضاف إليه، نوعه اسم ظاهر. أسكتها صوت الضلال وكهان بلا ذمم، الضلال مضاف إليه جاء اسما ظاهرا. في عينك الآن مصباح وأغنية، في عينك، الكاف مضاف إليه وهو ضمير متصل. لكل طفل، طفل مضاف إليه جاء اسما ظاهرا. بريء الوجه، بريء الوجه مضاف إليه جاء اسما ظاهرا. مبتسمي، مبتسمي هي صفة. فهدأ صغيري، انظر إلى الياء، هذه الياء هي ضمير متصل، جاءت مضافة إلى الاسم صغير فهو ضمير. فإن القدس عائدة مهما تمادى جنون الموت والعدم، الموت جاء مضاف إليه وهو اسم ظاهر. الآن يا أحبابي نكمل، نقرأ التدريب الثاني، نملأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما يأتي. مؤلفي الطلبة أيامي الصباح بلادي، نضع الكلمة المناسبة في مكانها المناسب. ردد الطلبة في طابوري ماذا؟ الأنشطة الوطنية بصوت واحد، أحسنتم، طابور الصباح. التقيت الروايتين الفائزتين، مؤلفي، أحسنتم. وتظل تركض في دمي أطياف، أطياف أيام الحزينة. الوزير يستقبل أوائل الطلبة في امتحان الإنجاز الأول. ترتدي مروج بلادي حلتها الخضراء في نيسان. في المثال، أو عفوا إليكم على هذا الخلل، في السؤال الأخير يقول: نعرب ما تحته خطوط فيما يأتي. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الحاكمين هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك. رضا هنا نعربها، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف. إذن المضاف أعرب حسب موقعه في الجملة، جاء هنا مبتدأ فعربناه مبتدأ. ورضا الله
لفظ الجلالة هنا مضاف إليه مجرور وعلام جره الكسرة الظاهرة على آخره. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. هذه الأبيات للمتنبي. في الدنيا يعني في الدنيا، سرج سابح يتكلم عن الخيل، فيرى المتنبي أن أعز الأماكن في كل الدنيا هو سرج الخيل، وخير جليس لك في يجالسك وتجلس معه هو الكتاب. سرج نعربها خبر مرفوع، طبعا المبتدأ أعز وهو خبر للمبتدأ أعز مرفوع وعلامة رفعها الضم الظاهر على آخره وهو مضاف. سابح مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. في المثال أو في السؤال الأخير يقول: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. وهذه أبيات الإمام الشافعي رحمه الله. ومن لم يذق مر التعلم، مر مر مفعول به منصوب وعلامة به الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، وهو مضاف، ولذلك أعربناه حسب موقعه في الجملة، جاء مفعولا به فأعربناه مفعولا به. التعلم طبعا مضاف إليه مجرور وعن جره الكسرة. تجرع ذل الجهل طول حياته، كلمة طول هنا جاءت مفعولا فيه منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بذلك أيها الأحباب الكرام استعرضنا وإياكم هذا الدرس من القواعد. أسأل الله عز وجل لنا ولكم رفعة في درجات العلم والمعرفة والإيمان. هذا ووجهوا عنايتكم الكريمة إلى أن ورقة العمل سوف تكون إن شاء الله حاضرة لكم فيما يخص هذا الدرس على موقع المدرسة. دمتم بخير، دمتم في رعاية الله، وتقبلوا تحياتي. أنا محدثكم ومعلمكم المتشرف بأن أكون كذلك، حسن عبد الله معتوق.